سيادة الوزير، هل احنا لسه بنستورد سلع مش مهمة قوي؟ أكيد لسه لحد دلوقتي؟ أكيد. طب ممكن أفكر حضرتك بس بحاجة؟ سيادة الرئيس في مرة في اجتماع من الاجتماعات أصدر قرار أنا بعتبره في غاية الخطورة، وكان قرار قاسي جدا متعلق بموضوع وقف تراخيص البناء. لما الناس زعلت في الأول اكتشفنا بمضي الوقت إنه القرار فيه فايدة، يعني فيه فايدة وفايدة كبيرة جدا. برضو نفس الحكاية في لجنة استرداد الأراضي، ليه ما نتخذش قرار كده مرة واحدة بغض النظر عن الخسارة يعني المؤقتة، إن كل السلع التافهة اللي ملهاش أي لازمة يتم منع استيرادها؟ يعني عاوز اقول لحضرتك يعني في الامر يؤخذ من اتجاهات، وفي اتجاه كان سياده الرئيس وجه ليه اللي هو ايه، خطه تتعامل مع عمليه السلعه دي انا بستوردها، اخد كل المعايير واخد كل الادوات الممكنه عشان السلعه دي اصنعها بدل ما استوردها. في سلع ممكن تقول ايه، والله يعني بعض الاحصائيات كانت جايه على بعض السلع كده يعني اللي بيتم استيرادها، يعني لازم توجد لها بديل. ليه؟ لانه يعني ممكن مثلا على سبيل المثال بعض الحاجات اللي يجبر عليها ان هي يعني لكشري ومش محتاجين، او يعني سلع رفاهيه ومش محتاجين. حلو، بس مثلا على سبيل المثال عندك قطاع السياحه ممكن يكون بيحتاج دي للسائحين وما الى ذلك. فهو انا اقصد يا فندم انه الحاجه ام الاختراع، لما حضرتك تتخذ هذا القرار هتبدأ الناس بقى تفكر ازاي نخترع القلم الرصاص، احنا بنستورد القلم الرصاص. ده صحيح، وعشان كده بقول لحضرتك يعني دي اللي احنا يعني شغالين عليها، ازاي نمكن عملية التصنيع كإحلال للواردات، بدل ما انا بستورد اشوف كل سلع انا او ما انا ممكن ازرع. يعني لو برضو في امكانيه ان انا يعني مثلا على سبيل المثال كان في احصائيات جايه ان يعني في تقريبا نص مليار دولار سنويا استيراد تفاح. واخد بالك؟ طيب نص مليار جنيه سنويا استيراد تفاح. دولار. في العام طب يعني احنا لو ما كلناش تفاح مستورد مفيش حاجه هتتغير قوي يعني. 2018 2019 القيمه المقدره للمالي استيرادنا من تفاح حوالي نص مليار دولار. وده اللي انا بقوله، انه يعني نعتمد على ان يبقى في زراعات لتفاح هنا او نقلل من استيراده او كده. بس هرجع تاني واقول لحضرتك، هل في اتفاقيات تجاره بتمنعنا ان احنا نوقف عمليه الاستيراد دي يا فندم؟ انت مرتبط باتفاقيات تجاره عديده جدا. يعني مثلا خليني اقول مش بيمنعني من الاستيراد قد ما مثلا بيمنعني من ان افرض اي حاجه عليه وهو مدخل السلع دي هنا، زي مثلا اتفاقيه الشراكه الاوروبيه. اليورو 1 خلاص زيرو على كل حاجه. واتفاقيات عديده كتيره جدا موجوده لانها موقعه ومقرره من مجلس النواب وكده. الاتفاقيات ديت معناها ان السلع دي تخش بزيرو جمارك وما تقدرش انك تفرض عليها حاجه وفقا للاتفاقيه. طبعا. لكن هل هناك خطه فعلا للتقليل من حجم الاستيراد خاصه في السلع الغير ضروريه؟ يعني مره ثانيه بالتاكيد ترشيد الاستيراد ده هدف استراتيجي. وعمليه احلال ترشيد الواردات ده هدف استراتيجي. وعمليه ان انا اللي انا بستورده ده احاول ان انا اصنعه هنا واوجد له بديل محلي، ده برضه هدف استراتيجي. وفي نفس الوقت يعني عمليه انك انت تتاكد ان السلعه دي لو انت منعت استيرادها ما يبقاش ليها اثر على صناعات، لانها ممكن تكون مدخل لصناعات او تكون حاجه ضروريه لقطاعات بالنسبه لك قطاعات. يعني انا معلش يا فندم في بساطه المثال، يعني ارجو ان حضرتك تسمح لي، يعني لو بكره الصبح وزير الماليه قرر مش هنستورد تفاح مثلا، يعني البديل هيكون انه في ناس هتفكر انها تشوف فين التفاح المستورد ده، ايه الجينات بتاعته وبتاع، وتبدا تعمل ويبقى وفرنا النص مليار دولار اللي بيطلع كل سنه. خليني برضو معلش اصحح حاجه، يعني وزير الماليه ما هوش يعني السلطه في منع الاستيراد،
انما دي بتبقى بالاساس دراسه، ويعني يقوم على باعتباره جزء من المجموعه الاقتصاديه يعني. ماشي، بس برضو يعني دايما في الحاجات اللي هي متعلقه بالتجاره والصناعه ومتعلقه بالحاجات اللي لازم بنتكلم زي ما حضرتك قلت كده في المجموعه الاداريه الاقتصاديه، ولازم مع معالي وزير التجاره والصناعه، لانه مهم قوي انه القرار لما يتاخد نكون كلنا على بينه، ونكون كلنا حصل توافق على انه والله يعني نزود الجمارك على دي، نوقف استيراد دي شويه، يعني يبقى قرار، بحيث انه يعني لو وزير الماليه خد القرار منفرد ممكن يضر الصناعات، ممكن يضر. لا اقصد يا فندم يعني في المجموعه الاقتصاديه نطرح هذا الامر بهذا المثال وننطلق بالزبط. من هنا يعني بالظبط، يعني كل اللي حضرتك بتقوله دوت فعلا مطروح، وفعلا يعني من الامور اللي هي بتتم عليها دراسات حاليا. تمام.